والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، والعلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، والعلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، والعلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، والعلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمنة كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجداً أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. سلك طريقاً، ما هو جلس ويقرأ ويحفظ، لا، يسافر إلى العلماء، يبحث عنهم، تلقى عنهم. إذا قرأتم في سير العلماء السابقين كالإمام أحمد والبخاري والأئمة تجدون الرحلات، أنهم يرحلون إلى البلاد البعيدة ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر كان على الرواحل على الإبل، سار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، هو يشهد لنفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالس. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة.